عايزين يبقى احسن حاجه. احسن حاجه يعني ايه؟ يعني انا كوزاره الزراعه ليا دور، الدور بتاعي ايه؟ ان انا احط قوانين وقرائب تنفيذها او لوائح وقرائب، يعني اعمل قانون للزراعه التعاقديه وابقى انا الحكم واللي اقدر امشي بين المزارع وبين المستورد او بين المنتج والمستهلك. اعمل في الجمعيات اسمده ومبيدات. ده حاجة احنا ده مش هو، احنا لا بنهاجم الوزارة ولا بنهاجم حد، احنا بنقول ده النموذج الامثل المفروض يكون عليه الوضع. عندنا مشكلة تانية وما اعتقدش ان هي تخص الزراعة بس، بتخص العديد من السوق ذات نفسه، وهي مشكلة التسويق وآليات تنفيذه. يعني احنا اخر حاجة بنهتم بيها التسويق، سواء تسويق زراعي سواء تسويق منتج، ازاي انا احقق او انفذ آليات التسويق؟ بص حضرتك، احنا عندنا مشكلة كبيرة في التسويق. اولا احنا ما عندناش يعني تغليف ونقل للبضائع اللي هي معاملات بعد الحصاد. يعني تخيلي لما تعرفي ان القمح اللي احنا بننتجه بيوصل فائد فيه، كان وصل في مرحلة لغاية 30% فائد. بس انا اعتقد ان الصوامع دلوقتي وآلياتها يعني اتحسنت كتير جدا. ده احنا عندنا مش الصوامع بس اللي فيها الفائد، احنا بقى استخدامك انت لرغيف العيش ده فائد في حد ذاته. يعني انت بتاكلي الرغيف وترمي نصه، ده فائد. النهارده السبات القديمه اللي هي الجريد دي، لما احط فيها طماطم لازم الطماطم تبوظ، الطماطم عايزه كرتونه. كل حاجه ليها حاجه في التسويق بقى. يعني انا شايف دلوقتي في سلاسل بدات تفتح للتسويق، يعني زي الناس اللي بتعمل دلوقتي اونلاين بيبيعوا خضار وفاكهه ولحوم جميلة. وبيحافظوا على مستواه. ده لو انتشر هيزود، بس برضو ده مش عايد لسه لغايه دلوقتي على الفلاح، لان ده بيروح ياخد منين؟ بيروح ياخد من سوق الخضار او بيروح ياخد من جزار ويقطع ويجزأ ويبيع. معانا مداخلة الحاج فخري.